بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أبيه سيدنا إبراهيم وعلى أخويه سيدنا موسى وعيسى وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى من سار على هديهم إلى يوم الدين. معالي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية مصر العربية الشقيقة، رئيس المؤتمر، أصحاب المعالي والسعادة، أصحاب السماحة والفضيلة، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الشاعر المصري حافظ إبراهيم حين قال: كم ذا يكابد عاشق ويلاقي في حب مصر كثيرة العشاق. ولقد شربنا حب مصر وعشقها من كأس والدنا ومؤسس دولتنا الشيخ زايد طيب الله ثراه، ومن معين رئيس الدولة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله، ونوابه وأخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين، حيث علمتنا قيادتنا الرشيدة أن مصر بالنسبة للعرب هي القلب، وإذا توقف القلب فلن تكتب للعرب حياة. فتحية حب وتقدير إلى جمهورية مصر العربية قيادة وشعبا بكل مؤسساتها الدينية والعلمية والثقافية والحضارية والإنسانية، من سندها القوي وعضيدها الوفي وشقيقتها الصادقة دولة الإمارات العربية المتحدة. أصحاب المعالي والسعادة، أصحاب السماحة والفضيلة، السيدات والسادة، ها نحن اليوم نلتقي في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله، لنتبادل الأفكار والخبرات حول استثمار العالم الرقمي، لتعزيز الاعتدال في الخطاب الديني، ونشر الثقافة الإسلامية الحضارية، وترسيخ مكانة الإنسانية. واسمحوا لي أيها الفضلاء أن أعرض لكم في هذا الصدد التجربة الاستباقية لجودة الحياة الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي قامت على مسارين. المسار الأول يتمثل في التشريعات والإجراءات الرقمية، فإلى جانب اهتمامها بالأمن السبرياني لحماية البيانات والمنشآت والمنجزات الوطنية، أصدرت بلادي تشريعات تحمي الهوية الوطنية للخطاب الديني، وتضبط التفاعلات الرقمية في الأمور الدينية، فحضرت بقوة القانون أي مساس بالأديان والمقدسات، وحمت دور العبادة من التدنيس والإساءات، ومنعت خطاب التمييز والكراهية والتعصب المذهبي والطائفي والعرقي، وأغلقت نوافذ التطرف الديني والفكري، واعتبرت أن أي خرق لمبادئ التسامح والتعايش المجتمعي والاعتدال الديني يتم عبر المنصات الرقمية الوطنية
يعد من الجرائم الإلكترونية التي يخضع مرتكبوها للمساءلة القانونية. أما المسار الثاني فيتمثل في المبادئ الطموحة والخلاقة للسياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية التي تهدف إلى تعزيز مجتمع رقمي آمن في الدولة وهوية إيجابية ذات تفاعل رقمي هادف يلتزم المجتمع بموجبها بميثاق القيم والسلوكيات الرقمية الإيجابية التي تنص على المحافظة على الإرث الإماراتي عبر الالتزام بالولاء للدولة وأن يكون الشخص انموذجاً للقيم والعادات وتعزيز السمعة الرقمية وتمثيل الوطن في أفضل صورة والدفاع عن مكتسبات الدولة واحترام الآخرين وملكيتهم الفكرية وحماية الخصوصية الرقمية والتأكد من مصداقية المحتوى والرجوع إلى المصادر الموثوق بها واحترام القوانين والالتزام بالأخلاقيات الرقمية والمحتوى الإيجابي لتعزيز قيم التضامن والتعاطف الاجتماعي والحد من نشر المحتوى الذي يتعارض مع القيم الدينية والإنسانية وبناء القدرات الرقمية لتمكين أفراد المجتمع من الاستخدام الرقمي المتوازن بشكل واع وسليم. ونتيجة لهذه الاستراتيجية الوطنية الرقمية فقد حققت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الماضية قفزات نوعية في مجال التحول الرقمي الشامل، وأصبحت الحياة الرقمية في بلادي تتمتع بخدمات آمنة بمستوى 5 نجوم، وانعكس ذلك على الأمن الفكري عبر منابر الخطاب الديني الإماراتي، وأحكمت الأبواب الإماراتية إغلاقها في وجه الأفكار المتطرفة والتيارات المتشددة والتنظيمات الإرهابية، فلم تعد تجد في عقول الشباب الإماراتي أذناً مصغية لتشويه حقائق الدين الناصعة ولا للتسييس النصوص الدينية القاطعة ولا للفتاوى المؤدلجة في المنصات الرقمية الواسعة. أصحاب المعالي والسعادة، أصحاب السماحة والفضيلة، السيدات والسادة، اسمحوا لي في الختام أن أقترح على مجلسكم الموقر ما يأتي. أولاً، اعتماد ميثاق للأخلاقيات الرقمية ونشر المحتوى الديني في الفضاء الإلكتروني وتعميمه على جميع المؤسسات المعنية بالشؤون الإسلامية. ثانياً، تشكيل فريق عمل لتطوير استراتيجية شاملة للشؤون الإسلامية في الفضاءات الإلكترونية والمنصات الرقمية تستفيد منها المؤسسات المعنية في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. ثالثاً، تبادل الخبرات وأوراق العمل المقدمة لتطوير الاستثمار الأمثل للفضاء الرقمي في الشؤون الإسلامية. أشكركم على حسن الإصغاء، والسلام عليكم.